مرحبا طلبتي الصف الرابع، أنا معاكم السماء. بدنا نتابع الحصة. إحنا بالجزء الأول من الحصة حكينا إنه عن قياس وحدات الطول والعلاقة بين وحدات قياس الطول، وحكينا واستخدمنا الكف باستخدام بوحدات قياس الطول، إنه حكينا الكيلومتر والمتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر. هلا عندنا هون كيلو متر، وعندنا هون المتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر والعلاقة بينهم. الكيلومتر 1000 متر، والمتر 10 ديسيمتر، والديسيمتر 10 سنتيمتر، والسنتيمتر 10 مليمتر، وإذا في وحدتين من الديسي للملي 100 10 في 10، وهكذا. هلأ إحنا حكينا عند التحويل بين وحدة لوحدة تانية بنقوم بالضرب بعشرة أو 100 أو 1000. بدنا ندخل بشيء ثاني مهم جدا في التحويلات في وحدات قياس الطول، اللي هو الترتيب. الترتيب الترتيب حتى نقوم بترتيب اطوال قياسات بوحدات مختلفه، لازم اعزائي الطلبه تكون جميع الاطوال بدلاله وحده قياس واحده. شو يعني؟ يعني لما بدنا نيجي نرتب تصاعديا او تنازليا، او بدنا نقارن اكبر او اصغر، أو بدنا نحل مسألة من حياتنا اليومية، أول إشي لازم نطلع على الوحدات. لازم تكون اللي بدنا نجمعهم أو بدنا نطرحهم أو بدنا نرتبهم بدلالة وحدة قياس واحدة. بما إنه هذا الدرس بحول من الأكبر إلى الأصغر، بنحاول نخلي كل الوحدات بأصغر وحدة من الوحدات. هلأ نيجي للمثال الوارد عندنا، ورتب الأعداد الآتية ترتيباً تصاعدياً. أنا يوم ما كنت أشرح كنت أقول لكم حطوا دائرة على تصاعدي أو تنازلي أو مستطيل، أو حطوها بوكس عشان تتأكد إيش الترتيب المطلوب مني، هل هو تصاعدي أو تنازلي. هلأ في عندنا 3 قياسات، 235 سنتيمتر و11 ديسيمتر و8 أمتار. واضح؟ هلأ شو حكينا فوق؟ إنه لازم تكون بوحدة نرتب الأطوال بوحدات قياس بدلالة وحدة قياس واحدة. هلأ مين أصغر وحدة؟ السنتيمتر. إذا كل الوحدات نجعلهم بالسنتيمتر، ننتقل الوحدة الأولى طبعاً جاهزة هي سنتيمتر، الوحدة الثانية 11 ديسيمتر. طبعاً احنا بنعرف إنه من الديسيمتر للسنتيمتر 10، من الديسيمتر للسنتيمتر 10، إذا ضرب 10 ضرب 10، إذا بدي أضرب ب 10، 11 ضرب 10 ويساوي 110 سنتيمتر. واضح؟ هلا الامتار بدنا نحولها للسنتيمتر، العلاقه بين المتر والسنتيمتر، اذا استخدمت كفك في فتحتين 10 ضرب 10، من المتر للسنتيمتر 10 ضرب 10، 10 ضرب 10 100، اذا 8 ضرب 100 8 ضرب 100 ويساوي 800. هلا اذا صار عندنا كلهم نفس الوحدات، الوحده الاولى سنتيمتر، الثانيه سنتيمتر سنتيمتر. هلا نستطيع ترتيبهم تصاعديا. هلا بنقارن 235 110 800. مين اصغر شيء؟ 110 اللي هو 11 ديسي متر الاصليه. الوحده الثانيه اللي اصغر اللي هي 235 سنتيمتر، وأكبر وحدة اللي هو 8 متر. واضح أعزائي الطلبة؟ هلأ سننتقل إلى تحدي واحد من كتاب التمارين، من كتاب التمارين تحدي واحد، درس العلاقة التحويل بين وحدات الطول. عزيزي الطالب، كتاب التمارين درس التحويل بين وحدات قياس الطول، كما عودتكم يجب علينا أن نقرأ السؤال قراءة صحيحة حتى نتمكن من حله. طبعاً هدول التحدي واحد واثنين بالعادة إنه الطالب المفروض يحله، لكن بسبب الظروف اللي إحنا بنمر فيها سأقوم بحلها، لكن أنت قم بإعادة حلها لوحدك. واضح؟ أعيد أقوم بإعادة حلها لوحدك. أصل فيما يأتي بين قياس الطول في الصف الأول والقياس المساوي له في الصف الثاني. القياسات اللي بالصف الأول 3 ديسيمتر، 84 كيلومتر، 77 سنتيمتر، 23 متر، 3 كيلومتر. هلأ بدنا نخليهم، بدنا نحول 3 كيلومتر بدنا نحولها للمتر، 3 كيلومتر للمتر. من الكيلومتر هنا كيلومتر، من الكيلومتر للمتر 1000،
من الكيلو متر للمتر 1000، من الكيلو متر للمتر بدنا نضرب ب1000، اذا بتصير الثلاثة 3000 متر، اذا 3 كيلو متر 3000 متر. في طلاب بحبوا يرقموا كثير، بيعجبني الترقيم، وبرقموا بعدين بوصلوا، لكن هو الطلاب السؤال التحدي طالب اصل، لكن اذا انت حبيت ترقم ما عندي مانع. هلا 23 متر بدنا نحولها للسنتيمتر، 23 متر للسنتيمتر، من المتر للسنتيمتر، متر سنتيمتر 10 ضرب 10، من المتر للسنتيمتر 10 ضرب 10، 10 لانه في فتحتين، واحده تنتين، 10 ضرب 10 100، اذا بتصير 23 ضرب 100 2300. واضح اعزائي الطلبه؟ هلا الوحده الثالثه من السنتيمتر بدنا نحولها للمليمتر، من السنتيمتر، من السنتيمتر للمليمتر ضرب 10 ضرب 10، من السنتيمتر للمليمتر ضرب 10 ضرب 10، اذا بنحول من السنتيمتر للمليمتر ضرب 10 اللي هي 7 ضرب 10 770، اللي هي الضرب مضاعفات العشرة والمية والألف. الضرب مركز عليه الفصل الأول كتير، وحتى الفصل الثاني عادهم أكثر من درس، الضرب مضاعفات العشرة والمية والألف. واضح أعزائي الطلبة؟ بعدين بدي أذكركم بشغلة، إنه أعزائي الطلبة ممكن الديسيمتر والسنتيمتر والمتر تضاف إلى لوحة المنازل، لكن سأتطرق إليها إن شاء الله في الحصص القادمة. هلأ 84 كيلو متر، 84 بدنا نحول من الكيلو متر للمتر، من الكيلو متر للمتر ضرب 1000 ضرب 1000، من الكيلو متر للمتر ضرب 1000، إذا 84 ضرب 1000 84000، نوصلها مع ال 84000، ضل علينا 3 ديسيمتر، من الديسيمتر للسنتيمتر ضرب 10. بنكون هيك انهينا من حل تحدي واحد، انا حليته معاكم اعزائي الطلبه، لكن اعيدوا حلوا لحالكم لوحدكم باستخدام الكف، واللي حابب يستخدم الدرج ما عندي مانع، بس الكف انت بايدك، بامكان موجود معك دائما، ممكن تستخدمه في اي لحظه. تحدي 2، تحدي 2، اكتب في العدد العدد المناسب لتصبح العبارة صحيحة في كل مما يلي. هم نحول من الكيلومتر للمتر، كيلومتر للمتر، من الكيلو للمتر للمتر ضرب 1000 ضرب 1000، من الكيلومتر للمتر ضرب 1000، اذا بتصير 46000، بننزل الثلاث اصفار و46. هلا بدنا نحول من السنتيمتر للمليمتر، من السنتيمتر للمليمتر، من السنتيمتر للمليمتر ضرب 10، اذا 830، نزلنا صفر ضرب 10 ضرب مضاعفات العشرة. من الديسيمتر للسنتيمتر، من الديسيمتر للسنتيمتر ضرب 10 ضرب 10، اذا بصير 520 520. هلا من الكيلومتر للمتر، من الكيلومتر للمتر ضرب 1000 بصير 6000، كله ضرب، يا ضرب ب 10 يا ب 100 يا ب 1000 يا ب 10 يا ب 100 يا ب 1000. من الديسيمتر للمليمتر، من الديسيمتر للمليمتر فتحتين ضرب 10 ضرب 10، من الديسيمتر للمليمتر ضرب 100 بصير 300. هلا بدنا نحول من المتر للسنتيمتر، من المتر للسنتيمتر ضرب 10 ضرب 10 اللي هي بتصير 1900. هلا سننتقل الى التحدي 3. التحدي 3 بيحتوي على مسالتين حسابيات. انا دائما وابدا عند القيام بحل مساله حسابيه لازم قراءه المساله قراءه صحيحه، وتحديد المعطيات والمطلوب منها. واضح قراءة المسألة قراءة صحيحة، ممكن تعبر عنها بلغتك، تحديد المعطيات والمطلوب. نلاحظ هنا في السؤال عندنا معطيين، بس حبا لما نقرأ السؤال، طول قطعة خشبية 85 سنتيمتر وطول قطعة خشبية أخرى 620 مليمتر مليمتر، ما مجموع ما مجموع ما مجموع بالمليمتر بالمليمتر. هلا احنا اخذنا مفاتيح الطرح، عفوا مفاتيح الجمع، مفاتيح الجمع ما مجموع بدل انه بدنا نطلع مجموع القطعتين معا،
لازم نخلي الوحدات مثل بعض، حتى هو بالسؤال حدد الوحدة اللي مطلوب نحول إلها بده إياها بالمليمتر. بالمليمتر، إذا عند الجمع أو الطرح أو المقارنة أو الترتيب لازم نخليهم نفس الوحدات، وهو طلب بالوحدة الصغيرة لوحدة المليمتر. هلأ الوحدة الأولى بالسنتي بدنا نحولها للمليمتر، نرجع للكف، من السنتيمتر للمليمتر 10، من السنتي بنضرب بعشرة، ضرب عشرة، ضرب عشرة بتصير لما نضربها بتصير 850، صارت الوحدة جديدة إلها ميلي متر. ناقص الوحدة الثانية طبعا، عفوا زائد، لأنه ما مجموع جمع، عفوا ما جمع، زائد 620 طبعا ميلي متر، صاروا الوحدتين موحدات نفس الوحدة. هلا بقدر أجمع تطلع عنا الجواب 0.7400 مليمتر. وأنا دائما بقولكم أكتب المميز في نهاية السؤال هو مليمتر. ننتقل إلى السؤال باء من التحدي 3. غرفة مستطيلة الشكل طولها 6 متر وعرضها 350 سنتيمتر، انتبه سنتيمتر هنا بالأمتار، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق مفتاح من مفاتيح الطرح. ما الفرق بين طولها وعرضها؟ وحددنا الوحدة اللي بدنا نوجد فيها اللي هو بالسنتيمتر. إذا هلأ قبل ما نحل السؤال لازم نوحد الوحدات، فبدنا نحول من الأمتار للسنتيمتر. بين المتر والسنتيمتر هي عنا المتر وهي عنا السنتيمتر، 10 ضرب 10، 10 ضرب 10 100. إذن بصير طول الغرفة 600 متر ناقص 350 متر، صارت توحدت الوحدة، عفوا 600 سنتيمتر، عفوا 600 سنتيمتر، وهنا 600 سنتيمتر، فصارت الوحدتين نفس الوحدات، حولناهم للوحدة الأصغر سنتيمتر، وهنا عنا سنتيمتر البعيدة سنتيمتر، خليناهم نفس الوحدات، التنتين صاروا نفس الوحدة بالسنتيمتر اللي هي الوحدة المطلوبة اللي طلب نوجد فيها الفرق بين الطول والعرض اللي هو بالسنتيمتر. إذا 600 سنتيمتر، صارت وحدنا الوحدات. هلا بنطلع الناتج، 600 ناقص 300 يساوي 250 سنتيمتر، 250 سنتيمتر، 250 سنتيمتر. إذن أعزائي الطلبة عند القيام بالمقارنة أو الترتيب أو أي مسألة من حياتنا اليومية، جمع أو طرح، يجب أن نجعل الوحدات نفسها، وإجمالاً بحدد لك الوحدة المطلوبة التحويل إليها. أعزائي الطلبة انتهى درسنا اليوم اللي هو التحويل بين الوحدات قياس الطول. رجاءً رجاءً اتعودوا على الكف وقيام بحل مسائل أكثر، وأرجو من أولياء الأمور أعطى أمثلة متنوعة على ذلك لأهمية الدرس لهذا العام والأعوام القادمة. وشكرا لكم، إن شاء الله بتعودوا إلنا بصحة وسلامة، وبشوفكم. وطبعا التعلم عن وانتوا قدامي أحلى بكثير من التعلم عن بعد، بس الظروف كانت أقوى منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.